لو اتلخبط في الرقم ده ومش عارف تقوله ازاي بالانجلش تعالى اقول لك ازاي. اول حاجه لازم تبقى عارف الارقام الكبيره بنقولها ازاي من 1000 لغايه مليون. تعالوا نتعرف عليهم مع بعض. اول حاجه 1000 اللي هو 1000. 1000 ل 10000 عادي 1000 2000 3000 4000 وهكذا لغايه 10000 اللي هي 10000. ومن 10000 لغايه 100000 بنفس الكلام بالظبط بنقول 10000 20000 30000 لغايه 100000 اللي هي 100000. وكذلك من 100000 لغايه مليون هتبقى 100000 اللي هي 100000 200000 200000 300000 وهكذا لغاية 900000 اللي هي 900000 وبعدها 1 مليون وهكذا بقى من بعد المليون 1 مليون 2 مليون 20 مليون وهكذا. تعالوا بقى ناخد المثال اللي قلناه في الاول. الرقم ده بالعربي اللي هو مليون و 234000 و 567. طبعا كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنبدا من الكبير ونبدا نقول الصغير واحده واحده. اول حاجه عندنا اللي هو الرقم الكبير اللي هو مليون فنقول 1 مليون. بعد كده عندنا ايه 234000 اللي هي 234000 هنقول الرقم ده لوحده وهنقول بعدها 1000. يبقى احنا كده عندنا 1,234,000 واللي بعدها اللي هو 567 هنقول 567. يبقى على بعضه بقى كله 1,234,567. عايزين تذاكروا الكلمات كلها من الصفر لغايه مليون هتلاقوها في كتاب الكلمات بتاعنا، هتلاقي معاه كرسي بيشرح لك الارقام بالتفصيل كلها. لو عايزين تطلبوه ويجيلكوا لغايه باب البيت هتلاقوا لينك الويب سايت في البايو.